أحسن الله إليكم. الأخت أم محمد من البكيرية في القصيم لها سؤالان أرسلت بهما، تقول في أولهما: متى يباح إسقاط الحمل؟ وهل يكون علي نفاس إذا أسقطته؟ لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا قرر جماعة من الأطباء بأن بقاءه فيه خطر على حياة الأم، فإذا قرروا وأجمعوا على أن في بقاء الحمل خطرا على حياة الأم فإنه يجوز إجهاضه في هذه الحالة دفعا للضرر. وأما النفاس من أثر الإسقاط فإن كان تم له، إذا كان تم له 81 يوما، يعني استنفد 40 الأولى والأربعين الثانية ودخل في 40 الثالثة في طور المضغة، فإنه يجب عليها النفاس حينئذ بسقوطه إذا نزل عليها دم بعده. أما إذا كان قبل هذه المدة فإنه ليس عليها نفاس، بل يجب عليها أن تصلي، ويعتبر هذا الدم دم فساد ودم نزيف لا تترك من أجله الصلاة والصيام. نعم.